السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربة الجميلة. اليوم غنقدم لكم سمن ديال الشحمة بالتوابل الصحراوية اللي سبق لي وعدتكم بصوب التوابل. بغيت نقول لكم راه غادي نديرها البطبوط او المسمن ديال الشحمة، كتجي رائعة. فقط تابعوا المراحل من الاول حتى الاخير وما تفوتوش هذه القناة، وخليكم مع المقادير. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نحضروا المسمن. المسمن غنحتاجوا ليه زلافه كالعاده من الدقيق الاصفر وجوج زلافات من الدقيق الابيض. اللي غادي نزيد اليوم الملح حسب الذوق هو الخميره. علاش غندير شويه الخميره؟ اولا حيت انا بغيت العجينه ديالتي تكون جاهزه بسرعه، لانني انا ما غاديش نخليها ترتاح مده طويله، وانما نخليها فقط مده قصيره. وملي كدير لها الخميره كتجي رائعه وما كتجيش يعني كتجي ملابقه وزوينه. فقط ديروا الطريقه ديالتي وغتجيكم رائعه. كالعاده كنجمعها بقليل من الماء هكا، ما هي قاصحه ما هي جاريه، فقط بهذه الطريقه هذه. وتا هي نفس الطريقه غادي نجمعها مزيان وندلكها جوج دلكات فقط، ونديرها نغطيها بالزيت ونديرها في البلاستيكه باش ترتاح ليا. طبعا كما قلت لكم ماشي ترتاح ليله كامله، وانما فقط لمده ساعه فقط اللي ترتاح ليا هذيك القيته اللي غنوجد فيها الحشوه فقط. خلينا المسمن ديالنا يرتاح كما كتشوفوا، ودابا غنوجد لكم الحشوه ديال المسمن ديال التوابل الصحراويه اللي كيجي سخون في هذا البرد. غنحتاجوا هنايا حبتين ديال البصل كبيرتين، قطعتهم جلطتهم بحال هكا. هما غادي نحطهم هنايا في هذا الكاسرون. هذا انا كنخدم وكنعرفكم بالتوابل باش نربحوا الوقت. غادي نحتاجوا زلافه صغيره ديال هذا الشحمه ديال من جهه الكلوه ديال البقري، كتجي مزيانه هي اللي كتليق في هذه الوصفه هذه ديال المسمن بالشحمه بالتوابل الصحراويه. من الاحسن تختاروا من جهه الكلوه كيجي زوينه ديال الكميه. غادي نحتاجوا الربيع، ملعقه ديال الربيع. هذا الربيع كالعاده انني كنوجدو نحطو في الفريكو ملي كنحتاجو كناخدو ملعقه ديال الربيع تكون كبيره. بالنسبه هنايا دي فلفله حاره مقطعاها، كنحتفظ بها ديما في الفريكو مقطعاها. كنحتاجو يا تاخذوا الشونيه ديروا فيها جوج معالق كبار ديال الشونيه، يا كتاخذوا ملعقه ديال الفلفل الحار. غادي نخلطهم جوج، يعني غنحط هنا شويه ديال الفلفل غير شويه ماشي بزاف. تابعني انايا الشونيه غادي نديرها، كنبغي المذاق ديال الفلفل. عندنا هنايا الفلفلات مشكلين الحمراء والخضراء، ديجا كنوجدهم انا على قبل البيتزا على قبل الفلفله على قبل المسمن على قبل حتى داك الرز سوا كنصوبو به بهذه الطريقه هذه. تنوريكم فيديو ديال الرز ان شاء الله. دابا ناخذ كميه شويه كترش، كتجي بحال البنه رائعه. بالنسبه للتوابل كما كتشوفوا يعني ملعقه ديال التحميره او البابريكا ملعقه، هنايا عندي ملعقه ديال الثوم بودر يعني مسحوق الثوم، وعندي هنا شويه ملعقه صغيره ديال الزعتر. كتجي الزعتر زوين في هذه الوصفه هذه، لان الزعتر كيساهم في عمليه الهضم. هنايا عندي ملعقه ديال السكنجبير، وهذا الملح حسب الذوق، وهذا ملعقه الكركم او الخرقوم البلدي، وهذا ملعقه ديال الشونيه او الفلفل اليابس الحار، وهنا ملعقه الفلفل الاسود. غادي نضيفهم هذو كاملين مكونات، وغنجيو المكون الرئيسي في هذه الوصفه هذه.
وهو التوابل الصحراويه اللي سبق لي وشاركتها معكم في الفيديو. كتجي في هذه الوصفه رائعه. ناخذها ملعقه من التوابل الصحراويه. الريحه ديالو يا سلام. ملعقه صغيره ممتلئه كتجي رائعه. صافي ها هو الخليط ديالنا ها هو واجد كما كتشوفوا. غادي نخلطهم بالطريقه هذه. صافي خلطتهم غنديرهم على النار مهيله تذوب لينا هذا الخليط ويتجانس لينا العناصر. مي خرجناها من على النار كما كتشوفوا هي تجانست العناصر وذابت لنا الشحمه شويه. صافي غادي نوجدوا المسمن ديالنا. حنا خرجته من البلاستيكه ها هي غتلقاوه تجانس ليا مزيان ومفخره نفخ معايا حيت فيه شويه الخميره الفوريه. لهذا المسمن غادي نقطعوه على اربع قطع. ثلاثه القطع كيكون قد بعضياتهم والرابع قطعه كتكون اكبر منهم كاملين. غادي نعمر هذوك غنخليهم يرتاحوا غنكورهم ونخليهم يرتاحوا شويه بما نيت برد ليا هذاك الخلطه ديالي اللي صوبتها الحشوه غنخليها تتبرد باش ما نديرهاش على المسمن وهي سخونه. ها هو وجدت الكويرات ديالي ديال المسمن وغادي نغطيهم بالبلاستيكه وكذلك بزيف يكون باش يرتاح شويه. من بعد ملي خليته يرتاح باغي يبان لكم بحال قطعه كبيره راني خليت على هي الاخرى. غنبدا من القطعه الصغيره. غادي ناخذ وحده وغادي نفردها بهذه الطريقه هذه. طبعا هما قطع واخا صغيرين وهما كبارين والاخرى كتكون اكبر منهم باش تجينا حنا مسمنه كبيره ديال في الفرن. غنقطع غادي نحاول نقطع الحشوه ديالتي على ثلاث حشوات وغنبدا نحشي كل وحده على حيده كما كتشوفوا عادي. غادي نفردها بحال هكا وغادي نطويها على شكل مربع ونخليها. كنحاول ما امكن الحشوه نديرها جميع الاطراف هكا. هذه القطعه الثالثه والاخيره غتبقى لي الحشوه غادي نزيدها. صافي ما كتطلبش العمليه ما كتطلبش بزاف الخدمه سهله. فقط تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ننجح معكم هذا المسمن. صافي دابا غنخليهم يرتاحوا ونبدا ندير القطعه الكبيره غنحلها كامله ونفردها وغادي نحط عليها الحشوات اللي صوبت ومن بعد غادي نطويها كذلك على شكل أربعة. نحاول ما امكن نورقها يعني تكون رقيقه وركزوا على الجوانب ما ديروش على الوسط وانما على الجوانب لان الجوانب غادي نطويهم غادي يغلاضوا معايا. الوسط ما غاديش يغلاض لما خليه ديما البلاصه ديال الطويه اللي تكون قبالتي ما تكونش لتحت باش نبدا نطوي فوق هكا بهذه الطريقه هذه. صافي ونخليها ترتاح باش تقدر تطوع معايا من بغي نفردها. حتى هي غندير لها بلاستيكه ونغطيها ونخليها ترتاح. من بعد ملي ارتاحت غنبدا بالزيت بالاستعانه بالزيت. طبعا هذه لاطا ديال الفرن قدرت الزيت من تحت منها وكذلك غندير الزيت من الفوق ونبدا هكا باش نجيبها كامله. في هذه الاثناء الفرن ديالي راه كيسخن على درجه 250 درجه الفوق والتحت ولكن ملي ندخلها الفرن كنشعل فقط على الفوقاني وغادي نطيبها ديما من الفوق. من المسمن هذا ديال الفرن ديما يطيب من الفوق عمرك ما طيبوه من التحت حيت التحت لطيبتي من التحت غيجي تعجن لك وما غاديش يطيب انما غيتعجن. ها هي غنخرجها دابا من الفرن باش نقلبها. دابا طابت لينا من الفوق غنقلبها دابا
غنستعين بلاطة اخرى ديال الفرن باش تقلبها بهذه الطريقه. هذه هي قلبتها، من بعد غادي نرجعها اللاطه اللي خديتها في الاول باش ندخلها الفرن. كالعاده غندير لها زويته الا كان مابقاش فيها الزويته. دابا غندير الزويته من الفوق باش نحمرها كذلك من الفوق. هذه الطريقه باش كتوجد عندنا كتجوزد رائعه وناجحه، فقط جربوها في بيوتكم بهذه الطريقه. هذه ما كتاخذش الوقت. المسمن ديالنا ها هو، خرجته من الفرن باش على فيه العافيه، كيجي رائع بحال هذا الشكل. هذا غادي نقطعوه معكم تشوفوا. بسم الله على بركته، كيجي مقمش، كيجي التوابل الصحراوية. يا سلام، كيجي شوفوا شوفوا معايا، كيجي رائع. نضيفو في الطبق شهي معتبر. شوفوا معايا كيجي محمر، كيجي غزال، وكيجي كيجي مورق قرميشة مقرمش. كيجي من الداخل، يا سلام. بنا ما نقولش لكم، كيجي من الداخل شوفوا، كيجي بحال البسطيله، كيجي غزال. شوف نتمنى ان وصفه اليوم اللي وعدتكم بها من قبل انني غادي نديرها تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم تجربوها في بيوتكم وتردوا عليا الخبر. لاول مره يشوف القناه يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وما تبخلوش عليا باللايكات. وكنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون اسعدكم، ودمتم سالمين في الفيديو القادم ان شاء الله.